بالنسبه للوطن سبورت، الوطن سبورت قالت فحص طبي لعمار حمدي قبل انطلاق مران الفريق او انطلاق مران الاهلي. عمار حمدي عنده نزله برد خفيفه زي ما قال لنا كريم كده، وعنده الام في الظهر، فعمل اشعه في مستشفى المعلمين بجوار النادي، والاشعه دي على الظهر عشان يتم تحديد مده غياب اللاعب. ان شاء الله ما عادش هتكون كبيره ولا حاجه، هم بيطمئنوا عليه بشكل اكبر. بالمناسبه عمار حمدي لعيب مميز جدا جدا في التدريبات، بيأدي بشكل اكثر من رائع قبل الاصابه يعني، ومن العناصر المبشره جدا في صفوف النادي الاهلي. هو مش مقيد افريقيا بالطبع، لكن هو ايضا مش مقيد محليا، اللي هو مواليد 99، ف عادي ان هو ما يتمش تقييده محليا، ومتاح عادي ان يتمرن مع الفريق الاول لو احتاجه جهاز فني هيلعب يعني.